اللي واقع هو سي عبد العالي المهر حل الكافي تياتر ديالو وكنقولوا ليه بون كوراج الله يسهل عليه فوالا ونساليو بعدا كاينه السلسله ديال بابا ان شاء الله اللي باقي حنا باقي ما فما كملناش طوناج وابخي يقدر يبان شي حاجه جديده ان شاء الله زوينه بزاف رائعه وعجبت الناس وصافا في انا ومي مو بليزير الحمد لله لا لا ما انا ما كنشبهش الفاتي ولكن فاتي عزيزه عليا وشفت بزاف فاتيات كاينين صوف كو انا ما كنشبهش الفاتي انا هذيك الشخصيه اللي لعبتها وصافي دابا حطينا البارح ان شاء الله حطيت البارح الرابعه الخامسه ما عرفتش ولكن في هاد اليومين ثلاث ايام تخرج الخامسه ان شاء الله ومازال اون كو مازال اون بريبار ان شاء الله الا بغى الله واي نوت ممكن ما نقدر نقول لك والو دابا خلي داك الشيء تيجي فوقيته زوين حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.